اي مشروع عشان ينجح لازم يكون مميز، وقعدنا نفكر كتير ازاي نخلي المكان بتاعنا مميز جدا، لحد ما وصلنا للحاجه اللي هوريها لكم في الفيديو بتاع النهارده. وعشان نعمل الشغل ده باقل سعر ممكن اتعاوننا مع عم جابر عشان يعمل لنا الشغل ده كله في المحله. وابتدينا اول حاجه بالسرير زي ما وريتكم في الفيديوهات اللي فاتت، بس بعد كده قررنا ان احنا نزود البصمه دي كمان اللي هتستقبلك اول ما تخش المكان عشان تديك الاحساس، ومجرد ما تعدي من الشارع تعرف احنا مين بالظبط. واللي من نظري دلوقتي بقى واحد من احلى الهوستلات اللي شفتها في حياتي. وفي وسط الايجابيه دي كلها قابلتنا برضو بعض المشاكل هتشوفوها معانا في الفيديو ده. انا محمد العفيفي، رحاله مصري وبلف العالم من 6 سنين تقريبا، والنهارده انا في مدينه دهب المصريه اللي بحاول ان انا ابني ليا فيها حياه جديده عشان تكون بعد كده القاعده اللي انطلق منها عشان اكتشف العالم. وفي الفيديوهات ديت بحاول اشارك معاكم الايجابيات والسلبيات والمغامرات اللي بعيشها هنا في دهب، عشان دهب مش مدينه عاديه. فاتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو ده لاخره، وما تنسوش تسيبوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعموا المحتوى بكل طريقه ممكنه. خلينا نبدا الفيديو ويلا بينا. افتتحنا الشقه الجديده، ده اول مره اشوف فيها الشقه ديت دلوقتي حالا. وسط برنس قاعد شغال اهو. بتعمل ايه بقى يا استاذ برنس؟ والله انا بلقط اهو الشغل كده وبنضف وبكنس، ان شاء الله هنبدا وشين البلاستيك ونروق الكلام. نروق الكلام. احنا بس في الدنيا باذن الله. الشروخ اللي جايه عامله خريطه مصر. بص يا اسطى خريطه مصر اهي. ده بنقى علشان هنا هتقعد نفرق الوادي الجديد واسوان. ايوه لا والاوضه ديت عندنا فيها بلكونه. عندنا طموح بقى الفيو هيتغير بقى بالسنين، بس هيبقى عندنا هنا فيو على الباك يارد بتاعتنا. دورم في الرايق عشان اهم حاجه عندنا الريح، المكان والفايب. هوستل بس معمول بعقل. عندنا هنا بقى ايه، ده هيبقى اكبر دورم في الشقه اصلا، وفي دورم كبير والبلكونه تكون انكلودد زائد الفيو ده. يعني هتبقى في الدورم، في الدورم وشايف الفيو ده هخليه كله ازاز. لان الصاله ديت عندها فيو خرافي وشكل دهب، القريه البسيطه ووراها الجبال، منظر كده تحس ان هو كان لازم يتبروز. وبعد عادات طويله على بنترست اكتشفت ان احنا ليه ما ندخلش الحضاره الاسلاميه مع التراث البدوي على الفيو الخرافي ده. اتواصلت مع عم جابر على الواتساب وبعت له بعض الصور اللي انا نزلتها من على بنترست، وقلت له على فكرتي وعمل لي تصميم جديد ووافقت عليه. وما عداش كام يوم الا ولقينا العربيه جايه، السياره القادمه من المحله اللي شايله كل حاجات عم جابر. الكنز بتاع عم جابر اللي احنا شغالين عليه من ساعه ما ابتدينا بدا يوصل هناك اهو، وعم جابر قاعد في المقدمه. ودي كانت مكونات العربيه الاولى اللي جه بيها عم جابر من المحل. العربيه فيها ايه بقى ما تقول لي كده؟ كل حاجه. خربنا الشقه عندك. لا والله. حبيبي عم جابر. بس سبت اليورو زي ما هو. الايه؟ اليورو سبت. لقيت يوروهات مرميه كده. صح؟ بالعبيط كده. قلت هو دماغه كده. كان في كويونات؟ مين اللي شغال لك النور؟ ده من النور فوق؟ انت شغلته عم جابر؟ لا اللي انت شغال. ما شاء الله. الحاجات دي هتركب فوق. واحدة بس. على السراير دي. يكون راجل طويل عريض كده. واحدة بس. نشيل واحدة. طب على اخو الصا ابراهيم اهدى على نفسك. نزل لي الثانية كده اهدى، انا ما مشيتش. احنا بنسأل بس ده هيركب فوق عشان لو كده نطلعه. ده بتاع ممكن نطلع من الحاجات دي فوق اصلا. ده اللوجو بقى. ايوه ورينا اللوجو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب لكم رقم عم جابر بقى في ايه تحت الفيديو ده، عشان اللي عايز حاجه يكلم عم جابر على طول، عشان ما زعلان مني مقموس مني بسبب الحر. دايما زياره عم جابر بيبقى فيها نوع من انواع الاسترس، لانه بيبقى جاي لمده يوم 24 ساعه كاملين ما بينامش فيهم، يشتغل ويخلص الشغل ويركبه وبيبقى عايز يروح في نفس اليوم. ايه؟ عدت الميه هناك؟ اه فضلت هناك. نادر اكلم نادر يجيبها. هو شايف كده وكده. اه بس ايه رايك في السرير يا عم جابر؟ انت ايه رايك؟ شغل فاخر من الاخر، صنع في مصر. اول حاجه عملناها ان احنا ركبنا السراير وبدات الاوض تبان، بس كنت دايما تحس ان ناقصها حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى كلمات عشان خاطر اكل بدوي. بدوي ايه؟ من دهب على البحر. اكل بحر مالح. سمك بحر الاحمر. تونه خليك العسل. تعال بسم الله، صل وسلم على سيدنا محمد. الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
من عندنا البحر الاحمر ده. البحر الاحمر يا باشا هنا بره على اول الشارع جنب المارك. وفضل العمل مستمر لحد ما وصلنا النص الليل. شغل بالليل ازاي؟ انا مش شغلتش بالك ليه؟ هنشتغل بالليل عم جابر؟ ايوه يا عم مالنا. طب ما نشتغل الصبح. لا جنبك يا جابر احنا اتفرمنا طول النهار. اتفرمت عملت ايه؟ طلعت عندك. ايه؟ خدوا بصراحه مكانك ولا بنعمتك كل شيء. دهانه تظبيط عشان لو الشباك ده ركب هيبقى صعب جدا ان احنا ندهنه وهو راكب لانه عالي جدا. بصراحة يا جماعة اول ما شفنا الشباك وهو راكب كده بالشكل ده قررنا ان احنا لازم نعمل الشبابيك كلها في المكان بالشكل ده. تكلفة كبيرة وشغل كتير جدا وهيعطلنا جدا عن الخطة اللي كانت موجودة عندنا لاننا كنا عاوزين نفتح من زمان جدا، بس كان لازم نسيب البصمة ديت موجودة ولازم نغير الشكل ده قبل ما اي حد يسكن لانه ما كانش ينفع نعملها بعد كده. وفي نفس الوقت ديت الحاجة اللي هتخلينا مميزين عن اي حد تاني في السوق، وهتخلي الإقامة في دار البدوي حاجة كده تجربة مختلفة تماما. أنا عن نفسي أول مرة أشوف حاجة بالجمال ده. تخيلوا كل ده ولسه الإزاز مركبش. وقبل ما يمشي عم جابر كان واخد مقاسات كل الشبابيك التانية وكل البلكونات التانية عشان نسيب البصمة ديت في كل أوضة موجودة عندنا في الهوستل. النهاردة وبتاريخ 6/7 بقى عندنا الإمكانية إن احنا نخش لتالت شقة عندنا في المبنى ده. شقة اللي انتظرناها بقى لنا وقت طويل، افتتحها النهارده الاستاذ نادر وبدا فيها شغل. نادر اشتغل فيها وهتبقى الميرور بقى بتاع الشقه الثانيه، عشان يبقى عندنا هنا في النص ممر طويل بيربط الشقق اللي هناك بالشقق اللي هنا بباب مفتوحه، وعندنا الدور الخيالي اللي بيفتح على المنظر الرهيب ده اللي هو جزء برده من الهويه بتاعتنا. الشباك ده بقى جزء خلاص من الهويه بتاعتنا، ما عادش حد ينكره. نعم تكييف رباني. تكييف رباني والله. الناس هنا استاذ نادر قاعد بيستمتع بالمنظر حتى قبل ما الجدار يقع والهواء عمال يخبط فيه من كل الاتجاهات. ها ده كان الشكل القديم للاوضه اللي جنبنا زي ما انتم فاكرين، واللي هتكون موجوده هنا. يعني هنا المستقبل بتاع الاوضه دي كمان. تقدر برضو من هنا تشوفوا نفس ذات المنظر بتاع الاوضه الثانيه. هنا الاستاذ عمر دخل جوه، المنظر بتاعنا على جنينه الدار البدوي اللي تعطلين فيها شويه اليومين دول، بس ان شاء الله عرفنا من المشروع ده وتعلمنا ان الصبر مفتاح الفرج. هنحاول برضو المطبخ ده لشاورز عشان تخدم المنطقه دي كلها. ايه ده هنا عندنا ايه؟ عندنا اوضه. الاوضه ديت حجمها متوسط، هتكون فيها سراير زي ديت هنا عشان الناس اللي ما بتحبش تكون في دورمز يكون عندهم سريرين منفصلين عن الدورمز. والمنظر الخرافي ده مش عايز اقول لكم الريحه والشكل هنا عامل ازاي. يعني في جلابيه محطوطه على الشباك حاجه كريبي جدا، وكل الشبابيك كانت في الشقه ديت متقفله رغم ان المكان ده والشقه ديت احلى حاجه فيها الشبابيك والكواليتي بتاعتها. هنا الحمام بتاعنا اللي هنشوف ايه المشاكل بتاعته ونعالجها، وهنضيف عليه التاتش بتاعنا عشان يكون الاستخدام بتاعه جيد، بس يعني لوكس جود سو فار. وهنا الاوضه الدورم الثاني اللي بيبقى موجود في الشقه ديت بيبقى فيه اتنين هنا واتنين هنا، بيبقى عندهم المساحة ديت وعندهم البلكونة الخيالية دي اللي على فيو جبار. من هنا تقدر تشوف البحر، تقدر تشوف زمايلك التانيين اللي موجودين في الدورم التاني. ممكن متبقاش شايف اخر النفق فيه ايه، بس مجرد ما تخش في نص النفق بتبقى اتعودت على الحالة والصعوبات والكل الكلام ده، وعارف ان كل صعوبة ولها نهاية. ان شاء الله تكون فتحة خير علينا. انا بحب دايما كده اخدكم في كل شقه جديده بتتفتح وايه الخطه فيها المستقبليه، وبقى برضو ديكومنتري لشكل المكان عمل ازاي. زي ما انتم شايفين ده شكل المكان قبل، خلونا في بعد. وده التكييف بتاع الاوضه ديت. احنا عندنا بالظبط اجمالي 6 اوض
او من اجمالي 7 اوض في 3 اوض من متكيفين. ونزل عم جابر وبعد كام يوم ابتدى الشغل على طول، والعربية التانية ديت خدت لها اسابيع قبل ما جت. كنا قاعدين منتظرينها على احر من الجمر. وقع سور. الله اكبر. الله اكبر. كل حاجة لغاية دلوقتي تبان ان هي ماشية تمام ومية مية. ومجرد وصول العربية كنا متحمسين جدا. المفروض لما العربية ديت تتفضى احس ان انا خلاص ما بقاش على الافتتاح حاجة خالص. بس اللي حصل غير كده. بما ان دهب بعيدة والعربيات اللي بتيجي ديت بتكلف فلوس كتير جدا، كان لازم نجيب في العربية حاجات اكتر من الحاجات اللي جايبها عم جابر. فقررت ان انا اسأل عم جابر ان هو يجيب لنا هو جاي مراتب وملايات واي حاجة احنا محتاجينها وما نعرفش نجيبها من هنا من دهب بالسعر العادي الطبيعي. وبالفعل عم جابر لقالنا مراتب كان سعرها كويس جدا وكنا مبسوطين بيها جدا قبل ما نشوفها. وعم جابر جه مرة ودي تاني مرة، فهوريكم ايه محتويات العربية دي دلوقتي كلها وفيها ايه. العربيه دي فيها بضاعه قد ايه يا عم جابر؟ اوه قد ايه يا عم؟ لا بس انا عايز والله اعرف بكام. بكام ان شاء الله؟ مش ما شاء الله قبل ما نقول، عشان بس نستعرف الحاجات اللي جايه من المحله دي مكلفه قد ايه. دي 300 ألف. العربيه دي فيها ابواب وشبابيك واوض نوم ومراتب. ايوه. وايه تاني يا عم جابر؟ وعده عم جابر تبع العربيه طبعا. شيل يا سيدي شيل. طيب اول حاجه في العربيه هي المراتب، جبنا 25 مرتبه. جيبي بقى بالاثنين. ما لقيتش حاجه اخف من كده عم جابر. بالاثنين يا حاج. ده في ميكي ماوس. يلا نادر اقفل التليفون. شعور عدم الرضا بدا يزداد من لحظه ما بدات اشيل اول مرتبه. تحسها خفيفه كده وريشه يعني، قلت اكيد دي تكنولوجيا جديده موجوده في مصر. بس بصراحه شكل ميكي ماوس ده ما ريحنيش تماما. بغض النظر عن القصه الكامله للمراتب وازاي وصلنا ان احنا عندنا مراتب في المكان مرسوم عليها ميكي ماوس، المهم دلوقتي ان انا مش راضي تماما عن جوده المراتب ديت ولازم نلاقي حل. يعني الخشب الله ينور، المراتب هنعمل فيها ايه؟ والله ما عارفين نعمل ايه. المراتب اول نظره ليها انا غير راضي عنها. في ناس كتير مش هتعجبهم الستاندرد ديت من المراتب. بعد ما عملنا الكرسي وقع عليه تنر. العربيه دي بتعدي على حاجه زي الجمارك وهي جايه، فبيبقى فيها اهتزازات كتير، في حاجات بتعدي برحله قبل ما الحاجه دي توصل هنا. واحده من الحاجات اللي عم جابر جابها هي المراتب اللي مش راضي عنها تماما. يعني المرتبه بتقعد عليها تنزل تحت، قال لي انا هجيب لكم فوم يكون جودته كويسه الناس تنام عليه يكون موفر. موضوع محتاج مراتب تكون كويسه احلى من كده بكتير. عايز اللي يخش عندي اول ليله زي اخر ليله في الهوستل، لازم تكون الكواليتي من اول يوم لحد اخر يوم واحده. بس الفكره دلوقتي ان احنا عندنا مشكله كبيره، وحل المشكله ديت عايزكم تساعدوني فيه في اننا نلاقي احسن وافضل شركه تقدر توفر لنا الجوده اللي نستحقها في المراتب. كملنا تنزيل في العربيه ونزلنا الخشب وكنا مبسوطين جدا بشغل عم جابر. الشغل جاي جميل ومدهون ومتظبط. غير المراتب كنا جايبين ابواب قديمه وصور خشب شكله جميل عشان نستخدمه في المكان، غير كمان ان احنا كنا جايبين خشب لسقف المطبخ ودي قصه لوقت تاني خالص. زاد ان احنا كمان قلنا لعم جابر يعمل لنا اوضتين كاملين عشان نحطهم في الاوض الموجوده على السطح، عشان الاوض ديت هتكون حاجه مختلفه تماما، حاجه كده فانسي. ننزل الاوض دي اكتشفنا ان في سراير ناقصه، واكتشفنا ان في دواليب زياده، فالظاهر كده ان احنا وعم جابر وقعنا في خطا جديد. ومن هنا بدا الاستريس يزيد لان حجم الحاجه وحجم الشغل كبير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدانا نحس ان العربيه ديت فعلا مش العربيه اللي هتغير لنا حاجه، ومشكله انا ما كنتش نفسي عارف اتعامل معاها ازاي. خلاص يا عم مزعجنيش والنبي بالله عليك. حتى الله يبارك لك يا عمي، ما تعكش ترى كبير يا عم، حرام على لان كمان مقاسات الشباك الكبير التاني طلعت غلط، اضطرينا نركنه على جنب. بس ده ما نقعش ان احنا الجو العام ما بيننا كان صعب جدا، هو زعلان واحنا زعلانين. موقف زي ده الواحد ما كانش يحب ان هو يتعرض له، بس دي يا جماعه حقيقه الشغل على الارض الواقع. دايما بيبقى فيه اختلاف في الاراء، ودايما بيبقى التنفيذ على الواقع اصعب من كل افكارك اللي كنت بتحلم بيها. يا نادر اللي عندك يا صاحبي. ايه لا الثاني 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 مش هو اللي جه في كيس انت دخلت تدور جوه. تعالى يا عم. عدى اليوم ده وبدأت احسس نفسي بالايجابيه بالغصب. قعدت ابص على الشغل واقول الحمد لله ان احنا وصلنا للمرحله دي. شغل جميل وكل حاجه، واه ما قدرتش اوفر كتير زي ما كنت مفكر، والعربيه ديت كلفتني كتير جدا، بس الحمد لله ادينا وصلنا للمرحله ديت وبلاش نفكر في الماضي. يا جماعه البطاطا بدات تطلع، البطاطا اللي زرعناها في الهوستل من كام يوم
طلعت لنا بطاطا جميلة. ايه ده؟ عشا بطاطا. واحد في وسط المشاكل اللي بتحصل في الشغل دي كلها، ان انت تحس كده ان الدنيا مسددة في وشك، فربنا يقول لك على فكرة انت لما بتزرع زرعة لازم تطلع لو نيتك سليمة. ما تقلقش، ممكن تبان في الاول ان الدنيا مش ماشية، بس بعد كده هتخضر وتحلى. بس اهم حاجة خلي بالك منها، تطور كبير. بس في الخطوات الكبيرة ديت لما تيجي تشوف الحاجة وبعدها مش شبه الحاجة اللي انت كنت طالبها، ولا هي الحاجة اللي انت ترضى اصلا تستخدمها في حياتك، ولا اللي ترضى بيها لحد، بتتنرفز وتزعل وتحبط. بعد ما ركبنا كل الشبابيك ديت كان لازم تاني قرار ناخده هو قرار الازاز. ايه الازاز اللي هيتركب في الشبابيك ديت عشان يبين رونقها ويضيف اضافة جديدة للهوستل؟ اختيار ما كانش سهل. هل نسيب الازاز شفاف عشان الناس اللي تكون قاعدة في الدورمز شايفة المنظر الرهيب ده، ولا نخلي زجاج ملون يدخل بهجة وسرور على قلب الناس اللي عايشين جوه الهوستل ويكون متماشي كمان مع الفن الاسلامي؟ رحنا عند اشهر واحد بتاع ازاز في دهب ولقينا اختيار رهيب جدا، ومعداش كتير ولقينا الراجل بتاع الازاز جاي يقيس المقاسات، ومعداش النهار الا ولقينا صناعية الازاز داخلين علينا بالالواح الملونة الرهيبة ديت. الحمد لله النهاردة يوم شكله كده يوم افترق الازاز، الحمد لله وتوصل بسم الله ما شاء الله. ده الازاز الملون اللي اخترناه للهوستل. عايز اقول لكم موضوع بدأوا يشتغلوا في هدوء تام، مش زي كل الصناعية الباقيين اللي لازم ياخدوا وقت كتير وطاقة كتير من دماغك وهم شغالين. لا بالعكس، انت بتقعد جنبهم وتتأمل في جمال صناعتهم وحرفتهم. شوف الله جمالين صح؟ دايما بتوع الازاز كده بيبقوا رايقين. اول لوح وتاني لوح وتالت لوح بدأت اللوحة الكبيرة تبان، وبدأت روح الدار البدوي وهيئتها تكون موجودة في المكان، وفرضت علينا نفسها واجمل بكتير جدا مما تخيلنا. الرسومات اللي في الصالة مع الباب بتاع المدخل وشكل الخيمة برة عاملين منظر خيالي، وشوية الازاز دولت لما بيجي عليهم النور بتبقى عاوز تقعد جنب الشباك وما تمشيش. كل تفصيلة من اختيار الالوان لشكل الشبابيك معمول باتقان، وده اللي هيخلي المكان ده واحد من اكتر الهوستلات المميزة في العالم. حق الله يبارك لك. انا عارف ان القصة كلها ما تبانش ان هي اكتر حاجة مثالية، المثالية على ارض الواقع صعب تلاقيها، بس انا اخترت ان انا اوريكم الواقع، واخترت ان انا اعيش التجربة بحلوها ومرها عشان تكون تجربة تعيش للابد. وزي ما انتم شايفين المكان دلوقتي بدأ يكتمل وبدأت تبان ملامحه بشكل كبير جدا، وخلاص بمجرد ما نحل مشكلة المدادب اعتقد المكان هيكون بشكل كبير جاهز ان هو يستقبل الناس، بس احنا عاوزين نحضره للافتتاح الكبير والعد التنازلي بدأ. وزي ما قلتلكم في الفيديو اللي فات لسه مصمم ان انا افتح المشروع ده في شهر 10، فلو عندكم اي اقتراحات ولو عايزين تساعدونا باي شكل ترددوش ان انتوا تبعتولنا على انستجرام وتعملولنا فولو هناك، عشان كل الفيديوهات ديت بتنزل بطريقة مختلفة هناك اصلا. شكرا لانكم وصلتوا للمرحله ديت في الفيديو، وشكرا ان انتوا واقفين جنبي لحد دلوقتي، وشكرا لكل انسان بعت لي وحاول يساعدني الفتره اللي فاتت. انتوا اجمل حاجه طلعت بيها من الرحله دي، وانا وانتوا عارفين ان دي مش النهايه. اشوفكم على الطريق من جديد. سلام.